وحول السياسة الإعلامية القطرية ودورها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، معنا عبر الهاتف من دبي المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي بعد التحية. كما تعلم بأن قناة الجزيرة هي بمثابة موقع للجماعات الإرهابية ومصدرا لبث الفتن والانقسامات بهدف طبعا زعزعة أمن واستقرار الدول التي تستهدفها، أنت كخبير إعلامي ما تعليقك بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يجب أن نؤكد أن هذه الذراع الإعلامية هي ذراع وضعت في الأساس لخلق هذا المنحنى أو هذا المنطلق لقضية إيصال الرسالة بشكل واضح ومؤطر. هي عبارة عن قناة مؤدلجة 100%، قناة تحمل رؤية معينة، قناة تعتبر كما قلت ذراعا إعلامية لإيصال الفكرة التي كانت ترسم حقيقة ربما في الخفاء أو ترسم في العلن، ولكنها كانت تريد أن تقدم رؤية جديدة انطلاقا من الشعار المطروح الرأي والرأي الآخر، ولكنها ضمن إطار آخر مختلف، ألا وهي إيصال رسالة أخرى للشعوب باعتبار أن هذا الصوت الإعلامي هو صوت مختلف. ولكن الحقيقة أثبتت والتاريخ أثبت والتجربة أثبتت، ومن خلال قراءتي لنقول المضمون الإعلامي خلال 20 سنة الماضية وجدنا أن هناك مضمونا إعلاميا مختلفا كان يرمي إلى زعزعة لنقول ثقة الشعوب بحكوماتها وثقة الشعوب بقدرة هذه الحكومات على إيصال الصوت الآخر. أيضا ساهمت هذه الرؤية الإعلامية المدروسة فعلا، وهنا يجب أن نؤكد أن هذه الرؤية الإعلامية لم تأتي من فراغ، وإنما انطلقت وفق إيديولوجيات محددة تماما وضمن لنقل تراتبية معينة في قضية إحداث هذا الشرخ في وجدان المتلقي العربي، وليس المتلقي الخليجي أيضا، ولكن المتلقي العربي في عموم المنطقة العربية لإحداث ما أحدثته الجزيرة خلال 20 سنة الماضية من قدرة على اختلاق وعي وضمير المتلقي لإيصال هذه الرسالة. إذن في نظرك ما هو المطلوب اليوم للقضاء على مثل هذه القنوات ووسائل الإعلام التي يتم تسخيرها فقط كأداة بهدف تضليل الرأي العام ودعم الفوضى وعدم الاستقرار في الدول المستهدفة؟ سيدتي، في أكثر من مقابلة وفي أكثر مؤتمر أنا قدمت رؤية حول هذا الموضوع وقلت إذا كنا نحن كشعوب في المنطقة وكحكومات في المنطقة وكوزارة إعلام نخشى من هذا الصوت، لماذا لا نوجد صوت بديل، صوت إعلام بديل قادر على أن لنقول يدحر هذا الخطر الإعلامي؟ لدينا من الطاقات والقدرات والأموال والإمكانيات والكفاءات الإعلامية الخليجية والعربية القادرة على تقديم خطاب إعلامي آخر. نحن كنا بحاجة إلى خطاب إعلامي لنقول خطاب ينزل إلى الشارع الخليجي، إلى الشارع الإماراتي، الشارع البحريني، الشارع الكويتي، الشارع العماني والشارع القطري، يقدم رؤية مختلفة. يعني كفانا اتكالا على الإعلام التهريجي، الإعلام الذي فيه الكثير من الإسفاف. نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي متزن، خطاب إعلامي ملتزم، خطاب إعلامي يقرأ الآخر ومن ثم يفنده، لا خطابا إعلاميا يدور بنا في فلك لنقل اختيارات ملكات الجمال واختيارات مطرب الخليج ومطرب الكون ومطرب العالم. نحن كنا بحاجة لخطاب فعلا يدغدغ مشاعر البشر ومن ثم يقدم الرؤية، لأن المنجز الحضاري الإنساني في كافة دول الخليج حقيقة خلال 20 أو 30 سنة الماضية منجز كبير، ولكن لم يفند على مستوى الخطاب الإعلامي. لازلنا ندور في فلك ما يمكن نسميه بالخطاب الحنجوري، الخطاب يعني الذي ربما يقدم صورة. نعم، لكن ما هي الخطوة في نظرك، ما هي الخطوة التالية التي من المفترض يعني من المفترض أن تقوم بها الدول العربية لإيجاد مثل هذا الخطاب ومثل هذه الآلية الفكرية؟ يعني أنا في تصوري أنه بالإمكان الآن الركون إلى مجموعة من الإعلاميين الجادين على المستوى الخليجي والمستوى العربي لإيجاد آلية لإنفاذ لنقول مجموعة من القنوات الفضائية ومجموعة من السوشيال ميديا ومجموعة من الإذاعات والصحف التي تتحدث بمنظور مختلف. حقيقة كفانا خطاب الزعيق والنهيق الذي ورثنا مدرسته منذ الستينات. نحن الآن بحاجة إلى إعلام ملتزم
إعلام متزن، إعلام يرصد الواقع ثم يقدمه. نحن بحاجة إلى إعلام يقود ولا يقاد. والآلية بسيطة جدا، وربما أكون يعني متطفلا على الإعلام باعتباري أيضا إعلاميا صغيرا، ولكن يقول أنه يمكن أن نجمع نخبة من الإعلاميين الخليجيين، نخبة من المخلصين الخليجيين على المستوى الإعلامي، وأن نعطيهم كما يقال دائما نعطيهم الدفه. نحن محتاجين الى نخبه اعلامي يقود هذا الخطاب الاعلامي ليوصل الرساله بشكل واضح وشفاف. نعم، الرساله وصلت. نعم، كفانا التجارب وكفانا اعتمادا على غير. لدينا من الطاقات الاعلاميه الخليجيه ما يمكن ان تقدم رساله اعلاميه واضحه وفضفاضه وقادره على مقارعه الواقع بالواقع. نعم، من دبي المفكر والخبير الاعلامي الدكتور علي الشعيبي، شكرا جزيلا لك.